فريد يقول سئل كابتن وعد الجمهور ببناء ملعب للجوية وين صار هذا الملعب؟ اعطيتك تصريح هسه قلت له خلال ايام خليني اكمله. وسؤال بريء بريء، لماذا لا يتم شراء ارضية عشب طبيعي مثل نادي دهوك لملعب القوة الجوية القديم؟ تفضل. القديم اول شيء اعطيتك تصريح قلت لك ان شاء الله خلال ايام منتظرين الناشد وزير الدفاع ان شاء الله خلال ايام راح يطلق ان شاء الله الموافقة لتشييد ملعب القوة الجوية. بدينا ملعبين تدريب لان اضواء كاشفه ومدرجات، ان شاء الله خلال شهر راح يفتتح هذا الملعبين. يعني زين. السؤال الثاني الارضيه، انت ما انه انت راح تبني ملعب وكملت كل الاتفاقات مع امين بغداد المحترم وطال الموافقه، جميع التصاميم كملناها، علاش احنا نخسر فلوس اموال على شيء انه انت زائل؟ اكيد ان شاء الله منتجين على ملف الملعب خلاص ان شاء الله 99%. ايش قد المهله الوقت المده؟ والله ايام يعني والله يوم ممكن يعني ايام يعني المفروض اليوم تاجل يوم ان شاء الله ثلاثه. تمام. السؤال الاخر